الو، انت فيك تقولي شو بدك؟ ها؟ لك انت ليش بتحبي تتدخلي دائما بالاشياء اللي ما دخلك فيها؟ ما بيكفي اللي عملتيه لهلا؟ ولا مفكرتيني غبيه ما بعرف شو اللي بينفع شبرا وبيخدم مصلحته وشو اللي بيضرها؟ بدل ما انك قاعده عم تعطي مواعظ، روحي حضري لنا اكل عبين ما نرجع وبس نطلع من خبرك. شايفة اسم بوشبة؟ لا لا هلا ما مرق. لو سمحتي وين بلاقي غرفة الدكتورة بوشبة؟ بآخر الكوريدور. شكرا. تفضلي مدام. الدكتورة بانتظاركم جوا. يلا يلا قوموا، تعي شبرا بسرعة. الدكتورة بوشبة هون؟ عندها مريضة جوا بنتظرة. أعطيني أكتب لك اسمي. هون. هاي أمي وشبرا كمان، يا ترى شو عم بيساووا هون؟ مدام هني موجودين بالطابق الثاني غرفة 207. شكرا. يلا سالوني. هي بالطابق الثاني. ذكرت شغلي بس لرد. ألو؟ ألو؟ أسفة بس ما في تغطية. مين معي؟ لأن ما عم بسمع الصوت، مو مفهوم. ألو؟ دقيقة بس صالوني. تتحسس معدتها من الدواء على علمكم؟ بصراحة دكتورة هي حامل. أعطيني أي دواء بدك إياه لأنه ما بدي هذا الولد. شكرا. طلعت حامل؟ وقبل ما تتزوج كمان؟ عم بقدر صدق، مو معقول شو اللي عم بيصير في بيتنا؟ الو؟ يلا سالوني. حبيبتي شو صار؟ في شي؟ لا أبداً. يلا